السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وردة وزعفران مع فاطمة. وشهوة جديدة اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الشهوة بدون عجين، يعني ما تحتاجوا لا تعجنوا ولا تدلكوا. هاد الشهوة هذه كتجي رائعة بزاف، بنينة بزاف، ما كتاخدش وقت، يعني تقدروا تحضروها حتى لآخر لحظة. فإن شاء الله غادي ندوزو نشوفو المقادير وطريقة التحضير هاد الشهوة هادي. وبالنسبة للناس اللي مازال ملتحقوش المجموعة تاع الفيسبوك، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، وكذلك الرابط ديال الانستغرام في صندوق الوصف. فمرحبا بكم، ندوزو ان شاء الله نشوفو المقادير وطريقة التحضير. غادي نبداو بسم الله. هنايا عندي تقريبا واحد 5 الحبات كبار ديال البطاطا مقطعين مربعات، غادي نضيف لها الملح الكافية، وغادي ندير البطاطا باش تسلق مزيان. من بعد هنايا عندي تقريبا واحد 2 حبات ديال الفلفله، وعندي نصف حبه ديال الدنجال. فالكميه كتبقى بطبيعه الحال على حسب اعداد افراد الاسره ديالكم. يمكن لكم ديروا حبه كامله ديال الدنجال، يمكن لكم تزيدوا، يمكن لكم كذلك تنقصوا. كناخذ الحبه ديال الدنجال وكنلفها في ورق الزبده، ومن بعد كنلفها مزيان في ورق الالومنيوم باش كطيب ليا مزيان. كناخذ الفلفله كنشفها من الماء، وغدا ندير لها واحد شويه ديال زيت الزيتون، كندهنها مزيان، وغادي ندخلهم للفرن باش كيتشواو. هاد العمليه هادي تقدروا ديروها في الاله ديال البانيني اولا البريسه ديال البانيني، حتى هي غادي تعطيكم نفس النتيجه لما بغيتوش تشعلوا الفرن. صافي، من بعد ما كتشوى ليا الفلفله، هنا بطبيعه الحال الفلفله كتشوى قبل الدنجال. الدنجال هنا كيكون واحد شويه باقي ما دخلش فيه الطياب 100%. الا كانت عندكم حبه ديال الدنجال كامله، ضروري انكم تقطعوها على جوج باش ما تاخذش لكم الوقت بزاف في الفرن. كناخذوا الدنجال وغادي نقطعوه مربعات اللي تكون صغير، غادي نقطعوه صغير مزيان. في الانايا هنايا غادي نقطعو بالسكين، ومن بعد غادي ناخذ القطاعه ديال القزبر والمعدنوس ونحاول انني نقطعو مزيان مزيان طريفات صغيره بزاف. هكا منين نكون كنشحرو دغيا غادي يدخل فيه الطياب وغادي يكمل الطياب ديالو. بالنسبه للفلفله فكنحيدو لها القشره، وغادي نحيدو لها الزريعه بطبيعه الحال كامله، وغادي نقطعها فقط بالسكين، ما نحتاجوش ان نديرو لها القطاعه لانها كتكون مشويه وطيبه مزيان. بعد غادي ناخذ واحد المقله، غادي ندير فيها شويه ديال الكفته. هنا تقريبا عندي انا 200 غرام ديال الكفته، كنضيف ليها زيت الزيتون تقريبا واحد 5 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، وكنحاول انني معك ديك كفته باش ما تبقاش ليا مكوره. كنضيف عليها مباشره دنجال اللي قطعت، ودائما على عافيه اللي تكون مجهده بزاف، يعني كيف كنقول دائما سواء الكفته اولا لي كروفيت اولا اي حاجه دجاج اي حاجه كنصوطيوها في المقله اولا كنشحروها في المقله، الحراره تكون مرتفعه باش ما تلقوش لينا العصاره، يعني اللحم يطلق العصاره. كنضيف الملح حسب الذوق، وهنايا ضفت تقريبا واحد 2 فصوص ديال الثومه محكوكه. فهاد الحشوه هذه ما غاديش نديرو فيها نهائيا البصله لان فيها الدنجال، والدنجال كيتواتى اكثر مع الثومه ماشي مع البصله نهائيا. وفي نفس الوقت انا كنضيف انا كان معاك ديك الكفته باش ما تبقاش ليا مكوره. كنضيف الهريسه حسب الذوق اولا معجون الفلفل الحار، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال البابريكا اولا الفلفل الاحمر. وهنا يمكن لكم تنسمو اما بشويه ديال الزعتر اولا شويه ديال الحبق اللي بغيتو. انا درت هنا نصف معلقه ديال الحبق، ودائما كان معكول فلفله. وهنا ضفت نصف معلقه ديال القزبر حبوب يابس مطحون، ما درتش في هاد الحشوه الكامون، عوضته بالقزبر يابس. صافي، وغادي يعني نبقاو كنشحرو حتى كطيب الكفته تماما، عاد كنضيفو الفلفل يعني الفلفله اللي مشويه.
من بعد غادي نضيف تقريبا جهد واحد الكاس حتى الكاس ونص ديال صلصه الطماطم باش تعطيني التعليكه لهاد الحشوه وما تجينيش ناشفه. مباشره ملي كنضيف صلصه الطماطم كنهبط العافيه، يعني كنقص العافيه على حدها تماما باش ما تبخرش ليا الصلصه تنشف، وكذلك باش طيب على خاطرها وما تبقاش حامضه. هنا ضفت ليها شويه ديال الحبق، كيف يمكن لكم تضيفوا كذلك زيت الزيتون، وكتخليوها واحد 7 حتى 10 دقائق على عافيه اللي مهيله بزاف بزاف. من بعد ما كتسلق البطاطا كنصفيوها من الماء، كندوزو باش كنمعكوها، خصنا نمعكوها تماما تمعك مزيان مزيان. وهنا ضفت 3 المعالق ديال لاشابلوغ. هنا راه عندي هاد لاشابلوغ منسمه باعشاب، يعني منسمه، هذه هي اللي كناخذ انا. فلاشابلوغ هي الخبز محمص مطحون، الا ما عندكمش منسمه يمكن لكم تضيفوا معها واحد شويه ديال بودره الثوم. هنا ما غاداش نضيف الملح، لانني درت الملح الكافيه فاش كانت البطاطا كتسلق. غادا نضيف فقط شويه ديال الفلفل الاحمر، تقريبا واحد معلقه صغيره ما عامراش، وكنضيف 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وكنعاود نمعك هاد البطاطا مزيان مزيان حتى كتولي عندي بحال بوماد. الا بغيتو تاكدوا ديروا يديكم، مخش نهائيا تكون فيها شي طريف يعني ما معوكش مزيان. بعد كناخذ اللاطه وكنبدا يعني كندير واحد الكويرات ديال البطاطا. فبالنسبه للحجم نتوما اللي كتحكموا فيه، هنا انا كنديرهم شويه كبار باش يلا يعطوني الحجم اللي شفتو معايا في الفيديو. فهاد الكميه دارت ليا تقريبا 11 حبه او 11 كره ديال البطاطا. كنخلي واحد شويه ديال المسافه بيناتهم حيت كنقرصوهم. من بعد صافي، وكنبداو غير بالصبع ديالنا كندهنوا يدينا بشويه ديال زيت الزيتون، وكنبداو بالصبع ديالنا كنديروا واحد بحال العش عشيش. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه، كندفعوا بصبعنا باش نديروا واحد المساحه لداخل اللي غادي نديروا فيها الحشوه، وفي نفس الوقت كنخليو دوك الجنيبات طالعين وكنبقاو نقادوهم كنسدوهم بيدينا. يعني ملي كتكونوا كتبسطوا فيها وكتشقق لكم كتبقاو كتسدوها من بعد بيديكم بحال هذه الطريقه اللي موضحه في الفيديو، حتى كنحصلوا على واحد عشيشات ديال البطاطا. كنبقاو مستمرين كيف كتشوفوا معايا، وكنحاولوا اننا كنقادوا الجناب من يعني ما نقرصوهاش جينا بحال الخبزه. هذوك الجنيبات خصهم يبقاو طالعين. من بعد كنجيب الحشوه ديال الكفته، وكندير تقريبا واحد معلقه كبيره حتى المعلقه ونص كان وسط هاد العشيشات، وكنحاول انني يعني الحشوه تكون بكميه متساويه فيهم كاملين. من بعد كناخذ الفرماج، اي نوع ديال الفرماج بغيتو. انا عندي هنا الموتزاريلا مخلط بشويه ديال الشيدار. كنغطي الوجه ديال الحشوه بالفرماج، وكنزين بحبه ديال الزيتون في الوسط. كيبقى هذا الشيء بطبيعه الحال اختياري، كتزينو كيف ما بغيتو. وكنرش شويه ديال الحبق فوق الفرماج، وصافي غادي نعاود ندخلهم للفران تقريبا ما بين 7 حتى 10 ديال الدقائق، يدوب ليا الفرماج وفي نفس الوقت يتحمر واحد شويه. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الشهيوه ديالنا. الا بغيتو تقولوا يعني ميني غاتا صغير اولا يعني في الفرن. فبالنسبه للملاحظه بالنسبه للبطاطا، فاحنا ما كنهزوهاش مباشره وهي سخونه، لان البطاطا ملي كتكون سخونه كتكون مطلوقه بزاف. كنخليوها تقريبا واحد 15 دقيقه حتى كتبرد شويه وكتشد راسها، عاد يمكن لينا نديروها في الطبيصلات. انا هنا زربت عليها باش على ود التصوير، يعني دغيا هزيتها من لاطا. فنتمنى ان الشهيوه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، صراحه كتجي بنينه بزاف بزاف. وإلا كنتو كتشوفوا القناه ديالي لاول مره، مرحبا بكم بالاشتراك، وكيف قلت مرحبا بكم في مجموعتي على الفيسبوك وفي على الانستغرام كذلك. الى اللقاء في شهوه قادمه، مع السلامه.